صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا في لبنان وبكل انحاء العالم. حل مواعدكم مع ايت سمارت. واليوم رندا بدها تجاوب على سؤال بيطرحوا عليها دائما دائما، هل بننصح من ميله من الجسم وفينا نضعف اذا مثلا عندنا منطقه البطن مش حابين هالمنطقه ناصحين أو الإيدين هاو في رجيم مخصوصي لمنطقة البطن أو الإيدين أو الإجرين؟ يلا اليوم رح أشرح لكم كثير أنا إشياء. بقول لا بس ما بعرف لنشوف جوابك شو هلأ رح نحكي. ستيفاني رح بالي ذكر مشاهدين أنه فيهم يتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج RDF، حطوا لايك بكونوا عم يتابعوني. كمان بدي ذكر أنه نحن كل نهار تنين أنا عم بختار سؤال من أسئلتكم اللي عم تسألوني إياها وعم نكون عم نجاوبه نحن هون على الهواء. ورح بلش بخبريتي. اكيد اليوم خبريتي لها علاقه بمرض السرطان. هلا انعمل اول شيء دراسات على اشخاص اللي هن عندهم سرطان الثدي، ولكن هيدي الدراسات كملت على مرض السرطان بالاجمال. وكنا عم تشوف هيدي الدراسه اذا هول المرضى تابعوا مش بس بالدواء، اذا تابعوا بكذا شغله ثانيه بالغذاء، الغذاء المضبوط اللي بدهم ياكلوه، اذا تابعوا بانه يكون عندهم حكيم نفسي يكون عم بيساعدهم، اذا تابعوا من خلال الرياضه، اذا تابعوا من خلال المديتيشن، يعني الناس اللي بيقعدوا بالصلاه اما الناس اللي بيقعدوا بالتامل. وكمان الدراسة شملت إذا تابعوا بجروب ثيرابي، جروب اللي هن أشخاص بيعانوا مثلهم، هل هالشي رح يكون له تأثير إيجابي عليهم؟ والجواب أكيد واضح هو إيه. فنحن هون أنا حسيت أكيد هالدراسة كتير مهم أن يكون عم بحكي عنها، لأنه ما فينا أنه الشخص تبين عنده مصاب بمرض السرطان يلا رحنا مستشفى تعالجنا وخلصت، يعني هيك لا، هي لك كتير إشياء بتأثر عليها. والتأثير اللي حكيت عنه أنا هو تأثير إيجابي جدا، يعني شو بدنا ناكل في الأكل اللي هو رح يكون عم يساعدنا، في الأكل اللي هو رح يضرنا، الرياضة اللي هي رح تساعد، أكيد الصلاة والتأمل بنعرف قد ايه هو بيساعد، أكيد وكمان أهم شيء أكيد والدعم النفسي. وتبين هون تاخذت كل وحدة لحالها وتبين قديش الشخص إذا عم يتبع وحدة منهم قديش عم تزيد من نسبة إنه يعيش أكثر. فإذا جمعوا هول كلهم سوا حتى مضبوط النسبة إنه واحد يعيش أكثر سرفايفل ريت عم تكون أكثر وأكثر وأكثر. سو بليز نحن وقت نكون عندنا سخونات وخصوصا إذا كنا ساخنين بمرض السرطان، العلاج بهول الخمس أشياء لازم تكون ضرورية جدا جدا غير عن علاجنا بالدواء. حبيت هيك نوه على هذا الموضوع. وطبعا نحن بالاكل دائما بنحكي على الخضره الفواكه على السكر نكون عم ناخذهم مضبوط، الاشياء اللي بدنا ناخذها الايربز، ناكل الاكل الميديترينيان، اكلنا نحن المتوسطي قديش حلو طيبين، البقوليات مهمين، زيت الزيتون، المكسرات مزبوط. واكيد مثل ما قلنا التخفيف من السكاكي والدهنيات المشبعه والترانس. مثل ما بنقرا بنعرف السكر بكثر الكانسر سيلز، ما هيك؟ هلا هو وقت اللي بيصير بالسكر وانه ناكل كثير سكر هو بيصير عندنا شيء اسمه انفلاميشن، يعني الالتهابات بتزيد، ونحن هون ما بدنا نعرض حالنا للالتهابات. وطبعا هون البالانس مثل ما بنقول دائما الاعتدال والناحيه النفسيه بتدخل دور هون، مشان هيك انه هالشخص كنا عم نحكي مع أخصائي التغذية قديش هو مهم، لأنه كمان هون إذا هو هالشخص كتير بحب يتناول سكر هون بدنا ندله قديش بده يتناول ونوع السكر اللي هو كمان بده ياخده. تنرجع لموضوعنا، إذا مثلا إيدينا ناصحين أو إجرينا أو منطقة البطن، هل في رجيم خصوصي أو في قصص ما لازم ناكلهم؟ هلا أنا إذا بدي جاوب جواب هيك قاطع بالإجمال تقولي لا، بقول لا. فإذا الجواب هو لا، يعني ما بقى فينا نجي نقول بدي أضعف بس بإيدي بدي أضعف بشري، بس في ناس بيضعفوا بس يضعفوا كلهم سوا، وفي ناس لا مزبوط. هلا اليوم بيضلوا هالمناطق يعني هذا الشيء بيقهر أو exactly. اليوم بدي أشرح شو عم بيصير. نحن هون جينيا مكونين، جينيا خلقنا، بدي أطلع أنا كيف أمي
واخواتها، بي واخواته، كيف شكلهم. فاذا نحن شكل جينيا بيكون نحن مكونين فيه. الشغله الثانيه عم نحكي على الدهنيات اللي بدها تتكون بجسمنا. في عنا الاديبوس سيلز، هول الخلايا اللي هن بيتحشى الدهن فيهم، نحن بنخلق فيهم عددهم، وهيدا العدد بضل يزيد لعمر السنتين. اذا العدد ضل يزيد لعمر السنتين، لعمر السنتين انت عدد الخلايا الدهنيه موجودين عندك، ووين موجودين؟ صاروا مكونين، خلصت. يعني الام لازم تنتبه على الولد من وقت ما يخلق العمر السنتين اكثر شيء، يعني 100%. سو هول بدنا كثير ننتبه بهيدا الوقت. هلا نحن هون صار عندنا العدد، عندنا اياه الاديبوسيلز، ووين موجودين؟ موجودين. هلا نحن كل ما نحن عم ناكل اكل زياده، نحن بناكل الاكل لانه الاكل رح يعطي طاقه، ولكن وقت ناكل اكل زياده طاقه كمان بدها تتخزن، فعندنا تخزين بيصير كجلايكوجين، هيدا بيصير بالكبد وبيصير كمان بالعضل، والطاقه الاكثر هي عم تتخزن بالاديبوس سيلز. وقد ما انت بتاكلي اكثر وبتخزن اكثر، قد ما هن الهول اديبوس سيلز رح ينفخوا ورح تكون عم يعبي فات. وين هن؟ محل ما هن موجودين رح ينفخوا. فاذا هيدي بدها تكون واضحه. هلا الشغله الثانيه انه نحن وقت نكون عم نعمل ريجيم وعم نضعف، نحن عم نستعمل هالانرجي، فاذا نحن عم نستعمل هيدي الطاقه من وراء الكالوريز اللي اخذناهم من الاكل، عم نستعملها. اول ما نستعملها حتى وقت نحن عم نعمل رياضه، نحن عم نستعمل الطاقه اللي هي الجلايكوجين الموجوده بعضلنا الموجوده بالكبد، ومن بعدها عم نستعمل الطاقه اللي هي من الاديبوس سيلز عم يظهروا. بتعرفي كيف بيظهروا ستيفاني؟ بيظهروا وقت يدوبوا هول الدهنيات من خلال النفس، بيظهروا من خلال البيبي، خلص تكسروا. عرفتي؟ من خلال العرق، خلص ظهروا من الجسم. هلا the thing is، مشان هيك لازم نشرب كثير مي، يمكن كمان المي كثير مهمه للنظف. مزبوط. هلا كمان هون اللي بدي اشرحه انه طيب بيجي عندك اشخاص بيقولوا لي انا عندي من ميله وراكي، اجمالا بنعرف انه اكثر عند النساء بيكون في الفات سيلز بميله الوراك. ليش؟ لانه هيدا له علاقه بالهرمونات بالجسم، بهرمونات الاستروجين. مشان هيك وقت الاستروجين يخف اما يتوقف وقت المينوبوز، بنلاحظ انه ما بعد في النصائح اللي بتكون مركزه على الوراك، ما بتعود ما مركزه على الوراك، بتصير وقتها ننصح زياده بصير عندنا بطن. حتى بس منطقه البطن اذا خسرنا وزن نخسر هالفات يلي ما هيك على منطقه البطن. اللي بينصح بمنطقه البطن كمان رح يحس قديش هو نزل على منطقه البطن، ولكن ستيفاني نحن وقتها نضعف الفات بيضعف بكل خليه اديبوز. مشان هيك كمان ما فيكم تقولوا لي انا بدي اضعف ولكن بده يضل وجهي ناصح. حتى هون بالوجه في عندنا خليه. هلا بضل نضير اذا نحن نمنا مزبوط، طبعا عم نعمل الرجيم الصحي، بضل بلمع، بضل نضر، بضل مرتاح، ولكن الفات سيلز بدهم ينزلوا بكل الجسم. لارجع للاستروجين، فاذا ليش عم بحكي عنه؟ لانه في ريجيمات بيقولوا رح نتبع نحن رجيم الهرمون. شو رجيم الهرمون؟ نحن الهرمون ما كثير فينا نلعب فيهم، رح احكي عن هرمونين معينين هون. اول شيء الاستروجين اللي هو بعد المينوبوز، هو بحد ذاته خلص الاستروجين، ما بقى يعني صارت المره وقتها بدها تنصح رح ينصح عندها بطنها. اوكي، ف ورح تشوف هي صار في بالانس بين البطن والوراك، يمكن هالشيء تحبه، يمكن تحس انه لا انا وراكي كبار وصار بطني كبير. هلا وقتها ترجعي تعملي الرجيم اللي بدنا نضعف فيه، رح يضعف رح يظهر الفات الدهن الاديبوز اللي هو بالبطن وكمان بالوراك. فنحن دائما وقت عم نضعف عم نضعف كلنا. شغله ثانيه بدي اقولها الاشخاص اللي سبور بيساعد؟ ايه رح احكي عن السبور. شغله ثانيه اللي بدي اقولها انه وقت الاشخاص اللي هن انصح بوراكهم واجريهم، هول اشخاص بالاجمال بيعبوا مي. فاذا هون انا بساعتها رح اقول لهم انه انتبهوا من الملح، انتبهوا اكثر من قضايا الكبيس والبذورات وهول اللي عم تاخذون، وبدي تشربوا مي زياده، يعملوا ريتنسيون دو. اكزاكتلي. مش لانه الفات سيلز كبر هنيك بس، ولكن لانه بجمعوا مي فهن رح يحسوا نفخوا بميله الاجرين.
هلا عندنا الاشخاص الثانيين اللي هن اكثر عندهم الميله الفوقانيه اللي بتكبر البطن والميله الفوقانيه، هون الاشخاص بيكونوا اكثر معرضين لوقت الانسولين يلعب بجسمهم هن يكونوا عم ينصحوا. مشان هيك هون نحن بننبههم اكثر من السكاكر، بننبههم اكثر من الشيء الجلايسيميك اندكس في عالي، مثلا الطحين الابيض، الخبز الابيض الى اخره، لانه هون كل ما الانسولين كان عم يلعب كل ما الخلايا الاديبوز رح تجمع بميله البطن. كمان في نوت انا كثير دائما بقولها للكلاينتس بيجوا لعندي، حتى وقت نحن بدنا نلقمش مهم التلقمش يكون مجموع، يعني اذا انا اكلت لنقول يعني الفواكه دغري ورا ال او 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 شقفة الحلو اللي بدنا مع شيء ثاني 100%. اوكي، او حتى مثلا اذا انا عندي لنقول اللوح شوكولا الصغير، مش كل شوي اكل لقمه منه روح وارجع اجي، هون عم يرجع الانسولين، يعني كل ما يلعب. انا اكزاكتلي عم برجع خليه يلعب، هذا شيء كمان عم يجوعني زياده، وعم وقتا يلعب الانسولين هون ما عم يساعد انه الخلايا الاديبوز اللي هن على البطن تكون عم تخف بالطريقه اللي نحن بدنا اياها. مش قصه كالوريز بالنتيجه بلا ايه، بس يعني لازم نقسم الاكل وقتها ناكلهم مع بعض او إيه؟ او شيء مع شيء. هاي بوتوم لاين ستيفاني اللي ما لازم نلقمش، لا اللي بدي اقوله هو بدي ارجع على الكالوريز بالاخر، شو ما عملته رجيم شو ما لانه مثل ما قلتي مثلا ما اكل شقفه الشوكولا هلا شقفه بعدين شقفه كلهم بيعملوا نفس الكالوري مثلا ايه، حتى لو عملوا اذا عندنا مثلا 100 كالوري سوري عم بقطشك بدنا ناكل بنروح لعندك بتعطينا مثلا 100 كالوري هاي شقفه الشوكولا، نحن بنقول ناكل لقمه شقفه الصبح شقفه بعد الظهر شقفه عشيه. اوكي، بالنتيجه اذا اكلتي بس هاللوح الشوكولا اللي انا قلت لك عنه رح تضعفي، فاذا كالوري. أوكي. ولكن اذا قسمتيه بهالطريقه رح تجوعي، الانسولين رح يضل يلعب ويجوعك زياده، مشان هيك انا ما بنصح بهالشيء. اوكي، ثالث شيء اذا قسمتيه بهالطريقه وحسيتي انه نفسيا كثير مرتاحه يو كود كنترول ات، عرفتي بتقولي انا كثير مرتاحه نفسيا ما رح اكل غير اكيد دوت. فاذا بنرجع نحن هل بعملها اما لا قصه كالوري ايه، يعني في عندي القصه النفسيه، في عندي قصه الجوع، ولكن بالاخر باخذ كالوري زياده رح انصح، باخذ كالوري اقل رح اضعف. شو بنعمل اذا جعنا؟ بنشرب مي؟ هلا لا اكيد لا، بدنا ناكل. اوكي، ذا بوينت هون انه ما نجوع ستيفاني. أوكي. لانه الرجيم اللي هو بدي اعمله وضلني انا جوعانه كل وقت ما بدي ان وجع من الجوع. هلا كمان زبونات اللي عم بحكي لانه عم بقول جمل ضلني اقول لهم اياهم، اني جوع شوي حلوة اني جوع شوي طبيعي، يعني كلنا حتى حلو هالشعور، يعني حلو انه انا عم بعمل كنترول بمحل معين، مش دائما متقله واكله زياده اما اكل زياده الى اخره، ولكن انه وجع من الجوع، هيدا الجوع اللي بخلي بطني عم جعني، راسي عم جعني، ما نمت بالليل، محرقص الى ممنوع. حد اذا نام جوعان كمان ممنوع، ما بينام لانه قديش رح تضايني على هيك؟ عملتي هالشيء نهارين اكزاكتلي جمعه ما في، بدنا نكون عم ناكل، مشان هيك انا بيرجع غير على الوحدات الحراريه اللي انت بحاجه لها، بدي انا نبهك انه ما بدك تعملي تريكس حتى ما تكوني عم تجوعي، فاذا هون التريكس حتى ما نلاعب الانسولين مثلا بقلب جسمنا، فهي هيدي الفكره. سالتيني على الرياضه وهون كمان موضوع كثير مهم. نحن بدراسة عملت قريتها مهضومة إنه في أشخاص قالوا بدي أعمل رياضة حتى ضعف دهن، ضعف دهن، انتبهوا مش ربي مصل بس بإجري، صاروا يعملوا كل الرياضة مركزة على الإجرين على الإجرين، بعد فترة أكيد ما ضعفوا إجريهم لحالهم، هن ضعفوا لأنه بس بيربوا عضل بالإجرين كمان، هذا موضوع تاني، يمكن العضل ينفخ ما بدهم ينفخ اكزاكتلي. أوكي، فإذا بين الدراسة الدهن لأنه عمل دراسة بس على الدهن ما ضعف بمادة الإجرين لحال، هن وقت ضعفوا ضعف جسمهم كله سوا، سو حتى الرياضة أكيد ما بتضعف محل واحد، ولكن الرياضة هي بتعمل تونينج بتشد. اوكي، فإذا أنا بدي أعمل تونينج لكتافي، بدي أعمل تونينج لإيدي، ما حسهم ملقلقين، هون إجا دور الرياضة، ليش؟ لأنه عم تربي عضل، وما في شيء بيقول ربى العضل فوق الدهن والدهن فوق العضل، العضل شيء، الدهن شيء ثاني. هول مختلفين، فاذا انا اذا بدي اعمل رياضه اعمل رجيم ورياضه بنفس الوقت اكيد فيي اعمل،
أكيد. مش انه ناس بيقولوا لي ربينا العضل فوق الدهن، هيدي ما في شيء منها هيك، دهن لحال رياضه لحال، ولكن في عنا الاشخاص اللي قلنا عنهم بيجمعوا مي بجسمهم، هول الاشخاص بينفخ عضلهم اسرع. ايه فوقت ينفخ العضل وانت بتزيني حالك اول جمعتين عم تعملي رياضه وريجيم بتحسي ما ضعفت، يمكن زدت نص كيلو اما كيلو، مشان هيك نحن عندنا المكانات اللي عم تشوفي بقلب جسمك شو هو اللي زاد شو هو اللي ناقص، رح تلاحظي انه انت العضل زاد شوي لانه المي زاد بيدخل بقلب العضل، ولكن الدهن اذا عم تعملي ريجيم هو رح ينزل. بعد شغله بدي احكيها على الرياضه، انه من وراء كل خبرتي بمجال خبرتي ودراستي بمجال الرجيمات وانقاص الوزن، ما فينا نحافظ على انقاص وزننا الا من خلال الرياضه. فينا نضعف بدون رياضه بكل صراحه بقولها، في اضعف بس من شطشط يمكن فاين وشطشطنا ومشي الحال، ولكن هل انا رح ضلني محافظ اما محافظه على وزني القليل؟ لا، لانه نحن وقت عم نضعف قديش جسمنا حتى عم يحرق وحدات حراريه اقل، فهون انا بدي اعمل شيء باكل اقل واقل وبعدين ما بدي ارجع اكل ولازم اكل كرمال جسمي، فاذا بمقابلها هو ممارسه الرياضه. والرياضه هون برجع بذكر انه نحن بخلال نص ساعه نحن بنحرق السكر اللي هو المخزن، الطاقه المخزنه اللي قلتها باول مش حلقه الفات. ابدا أوكي. بقلب العضل والكبد، بعد ما استعملهم الجسم هولي من بعد النص ساعه ببلش بيستعمل طاقه اكسترا. وين هي هالطاقه الاكسترا؟ بالاديبوز تيشوز اللي حكيت عنهم بالفات. مشان هيك بنقول اذا الواحد كثير ضعيف وعنده بطن لازم يلتجه لعمليات جراحيه يمكن. هلا بالنهايه بدنا نشوف البطن من وين جاي، هل هون عندنا دهن بقلب البطن؟ فاذا صحيا انا اذا بدي اشتغل، لانه دائما الدهن بقلب البطن هيدا شيء خطر، هيدا شيء معقول يعلي السكري الكوليسترول اتريجليسرايد الى اخره، فهون بدي اشوف ليش عندي بطن، هل هو بطن مرهل؟ سو بدنا نعرف، مشان هيك كمان نعمل فحص لجسمنا هو كثير مهم، وبنشوف بالاخر هل بدنا نلتجئ لعمليه جراحيه ام لا، موضوع ثاني. ثانك يو رندا على المعلومات، هاف ا نايس ويكند، بنشوفك الثانيين الله راد، مشاهدينا وقفه متابعه.